أبطال الصف الخامس الابتدائي مكملين مع بعض حل بنك أسئلة المتميز. هنراجع مع بعض يونتس 7 and 8، هنجيب الدرجة النهائية بسهولة. Don't fear Mr. Nasr is here. سيشن مهم جدا جدا، هنراجع فيه مع بعض أهم القواعد. حابب تشوف حلقتين اللي قبل كده؟ ادخل على وصف الفيديو واستمتع بالفيديوهات السابقة. السؤال بيقول لي read and write the correct form of the words between brackets. لازم أقرأ وأكتب الشكل الصحيح للكلمات اللي موجودة ما بين الأقواس. The door is space in the right. إن غلط مطلوب أغير إن. It's safe to go near the snake. افهم المعنى كويس هتحل صح. She don't have a stomach ache. She بتاخد don't ازاي؟ معروفة don't مع I وزي وي ويو. I study English yesterday. لو قلنا every day كان ماشي، لكن yesterday في الماضي يبقى لازم فعل إضافته دي أو إي دي أو أي إي دي أو الشكل الثاني لو فعل غير منتظم. The giant was friendly, so they didn't like him. العملاق كان ودود علشان كده ما حبهوش. لازم يا أبطال تقرأ الجملة وتشوف المعنى كويس جدا جدا. تعال نشوف مع بعض إجابة السؤال الأول مع حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، ونبدأ بأسيل. تفضلي يا أسيل. Okay, the door is on the right. طبعا اتعاملنا مع مستر on the right, the left, on the left. ثلاث حاجات بون. On the right على اليمين، on the left على اليسار، on the right. لكن in the middle. Number Okay. two. It's unsafe to go near the snake. غير الآمن إنك تقرب جنب الثعبان. حد شطور يقول لي ممكن يا مستر أكتب it's dangerous؟ طبعا، بس أنا عايزك تستخدم البريفكس البداية unsafe. She doesn't have a stomach ache. She doesn't have a stomach ache. طبعا she is مفرد، لكن I with you don't. يا ريت نركز يا أبطال اللي I حابب. studied English yesterday. I studied English yesterday. ما انساش الواي وضيف اي اي دي علشان قبل الواي كونسونانت حرف ساكن. The giant was huge, so they didn't like him. ما بنحبهوش، ليه جبنا هيوش؟ ما نجيب الاوبوزيت من فريندلي. Unfriendly. unfriendly طبعا غير Okay. ودود كده مش بنحبه. excellent اسيل، as usual you are excellent, you are my hero. نسمع يوسف. Yes, ready Miss. يوسف؟ Yes, Miss. لحظة افكرهم بحاجات وتجاوب على طول بعد ما اخلص. اوكي Okay. طبعا اقرا كويس جدا في الاول واشوف طالب مني. does سما has a toothache. يا مستر ما سما دي مفرد تاخد has. لا يا بطل، في does هنا، does do او did او ما اشوف يوسف. she go the park last Friday. هو حد يقول لي she goes مين يا عم؟ في last هنا، last ده في الماضي. هنعرف من يوسف برضو الإجابة الصحيحة. I can't sleep، لا أستطيع أن أنام. The bed is، السرير ماله؟ comfortable، مريح. كنت نمت وجالك أحلام كمان. Do they have an Eric؟ Yes I. Does مع he وshe وit. إيه اللي بيجي هنا مع I؟ هنعرف من يوسف. It's moral، من الأخلاقي. To talk رودلي، رود يعني وقح، رودلي بوقاحة. to your teachers.
There is a table in the left. تاني left right wall. رجعوا لنا تاني مش هينفع إن. هنسمع من يوسف. He don't meet his uncle last week. هو حد يستعبط ويقول لي doesn't. doesn't mean وفي last موجودة. هنسمع مع يوسف الإجابات الصحيحة إن شاء الله. Does Sama have a toothache? Excellent. She went to the park last Friday. I can't sleep. The bed is uncomfortable. Do they have an earache? Yes, I have. I have. Well, yes, I do. Yes, I do. ممكن have وكم لو جملة كاملة. It is unmoral to talk rudely to your teachers. يعني هضيف حرفين اللي هم مين؟ أن. الكلمة تبدأ بإن أو هضيف على طول أي إن. يا بطل. There is a table on the left. On the left, yes. We didn't meet his uncle last week. Excellent, Yusuf. You are my hero too. أريد بس نوضح للطلبة اللي قدامنا هيجاوبوا إزاي ونور هيقول لنا الإجابات. كيمست. في يس هنقفل بس المايك ونفتحه أول ما أخلص وتجاوب على طول. She have a cold. Have إزاي have مع she؟ she مش هقول، أنا هقول have مع I وزي وي ويو. وهاز مع المفرد. This house is upside down. رأسا على عقب. It's an usual house. منزل معتاد. علا doesn't. علا doesn't ايه؟ بعد doesn't و didn't و don't فعل في المصدر. تمام، يعني بدون اضافات. كويس جدا. يعني هقول ايه بدل هاز؟ هنعرف من نور. We have a big picture in the wall. مرة تانية wall. wall دي زي right وزي left يبقى مش هينفع معاها in. Does ملك and آية have a sore throat. يا مستر ما في ملك اهو. ليه ما قلناش does؟ علشان ملك and آية يعني زي. طب هي زي مع does؟ لا طبعا. does مع he وشي وات. he is responsible. He doesn't follow the rules for or of the hospital. هو لا يتبع قواعد المستشفى. هل هو مسؤول؟ responsible. فاكرين لما كنا عايزين نعمل الاوبوزيت العكس؟ كلمة تبدأ بآر هضيف لها حرفين. أيوه لسه قايلين من شوية مع يوسف كلمة تبدأ بإم أو بي هضيف لها ايه؟ ام زي immoral او impossible. طيب في حالة الار هنعمل ايه؟ هنعرف من يوسف من نور. did not come early last night. كمان الماضي كمان last night. اتفضل يا نور. Okay, she has a cold. she has a cold. لو الصوت واضح ارفع ايدك، اللي سمعنا كويس يرفع ايده في الشات. Okay, this house is upside down. It is an unusual house. ان طبعا بضيف لها prefix ان، البداية ان علشان اعطي العكس. علا doesn't have a cut on her arm. doesn't المفترية doesn't plus infinitive doesn't have. We have a big picture on the wall. on the wall on the right on the left. excellent يا بطل.
دو he is irresponsible. He doesn't follow the rules of the host. يعني هضيف ايه؟ اي وايه كمان؟ اي وار. لو ايوه تبدا يبقى اير ريسبونسبل. اير ريسبونسبل. اوكي داد didn't come early last night. didn't come. excellent نور as usual. you are my hero too. تعالى نشوف كده مع بعض الناس اللي محتاجة نركز فيها شوية. ركز معايا. كلمة regular. regular يعني منتظم. عايز أعكسها تبدأ بحرف الآر يبقى أضيف لها irregular. يبقى لو الكلمة تبدأ بآر هضيف لها IR. كمان كلمة moral أخلاقي تبدأ بإم. عايز اعكسها اجيب الاوبزيت immoral. كمان كلمة possible ممكن يبدأ بالبي اي ام. يبقى في حاجتين بنضيف لهم اي ام لما تبدأ الصفة بام وبي. في حالة كمان legal قانوني يبدأ ب L هضيف لها I L. I R لما تبدأ الكلمة ب R. I M لما تبدأ الكلمة ب M أو B. I L لما يبدأ الكلمة ب L زي legal. في حاجات لازم أحفظهم زي happy هتبقى un happy ملهاش قاعدة. kind unkind. usual un usual. ما تنساش يا بطل علشان نجيب الدرجة النهائية إن شاء الله. مكملين يا أبطال ومعانا كارما. ريدي كارما. Yes, mister. أنا أوضح الأول وبعد كده نسمع إجابتك. اتفقنا؟ Okay. There is a desk on on تاني on مع ثلاث حاجات. on the right مش موجودة. on the left مش موجودة. on the wall مش موجودة. هنعرف من كارما. it's safe من الآمن to share your password with your friends. هل من الآمن إن أنا أشارك الرقم السري مع أصدقائي؟ that didn't didn't don't doesn't فعل في المصدر يعني بدون ING بدون تصريف تاني بدون S كمان. they not have a stomach ache. not هختار don't ولا doesn't هنعرف برضو من كارم. my dad came home 2 hours last. لا لو قال لي last كنا قلنا last week last month last Sunday يعني بعد last الفترة الزمنية. لكن خدنا كلمة معبرة عن الماضي من ضمن الثلاث كلمات yesterday last. أكيد كارما هتقول لي الكلمة الثالثة إيه. yesterday last إيه الكلمة الثالثة اللي بيجي قبلها الفترة الزمنية؟ هنعرف من كارما. I has إيه؟ has مع he وشي وإت وأي حاجة مفرد. لكن I معاملة الجمع علشان هو ضمير متكلم. هنعرف من كرم. تفضلي يا كرم. Yes, master. There is a desk in the middle of the room. تمام. It is unsafe to share your password with friends. Excellent. That didn't buy a new car. Awesome. They have a stomach. بس هو عايز not. هقول don't ولا doesn't؟ doesn't.
don't. آخر كلام. Don't. I don't. They don't. We don't. He doesn't. She doesn't. It doesn't. وكم؟ They don't. They don't have a stomachache. Okay. Yes. My dad came home 2 hours ago. Excellent. Ago. فترة زمنية مضت. ساعتين مضت. Yes. I have a couch. I have a cough. I, then you have new shoes. Has. Excellent. Karma as usual. You are my hero. مكملين مع بعض يا أبطال مع مهيب. ريدي مهيب؟ Yes, Mr. نوضح ونسمع مهيب بعد قليل. The boy didn't win. زمان. So he is sad. ممكن نوضح الأول وبعد كده الجواب يا مهيب في الآخر زي زمان. The boy didn't win the match, so he is. لم يفوز بالماتش لذلك هو إيه. Do you visit your grandparents yesterday? Yesterday في الماضي، يبقى لازم أستخدم حاجة غير do. Do Hala have a backache؟ أوعى تقول لي هستخدم نفس الكلمة، هزعل منك. هنا مفيش لا yesterday ولا last ولا ago. What do you study yesterday؟ ايه الهيلبنج فيرب؟ ايه السوبر هيرو؟ هنعرف من مهيب. They doesn't have a cough. They doesn't مع هي وشي وات. يلا يا مهيب. تمام. هتبقى sad. ممكن اقول sad او unhappy. Yes. Did you visit your grandparents yesterday? Did علشان في yesterday. Does Hera have a backache? Excellent. طبعا أنا كنت خايف لكن عارف مهيب شطور متميز. كنت خايف من حد يقول لي did. لكن هنا ما فيش yesterday ولا last ولا ago يبقى اجابتي لازم تكون does. Excellent مهيب. What did you study yesterday? Excellent. Super hero did علشان في yesterday. They don't have a couch. أكاف طبعا زي دونت. اوعى تقول لي didn't. مفيش لا yesterday ولا last ولا ago. Excellent مهيب. You are my hero too. Excellent يا بطل. Don't fear Mr. Nasr is here. مستني ايه؟ سبسكرايب وكمل معانا السيشن. السؤال التالي عبارة عن علامات ترقيم مهم جدا. اوعى تستهبل وتقول ده سؤال سهل. حبيبي اقرا الجملة كويس وشوف هو طالب منك ايه، كم خطأ في الجملة. تعال نسمع مع بعض. أماني. Yes. Why are Farida and Gina happy? هنعمل في ايه؟ الدبليو موجود. الفريدة هتبقى كابيتال و question mark. question mark كويس جدا. نمبر 2 ريم ار الار كابيتال و full stop. full stop good. do do و full stop.
دو يعني هل، يبقى لازم في النهاية ايه؟ question mark. question mark. yes. ancient Egypt. E for Egypt. option. النهاية في full stop. full stop. yes. يو الواي كده هي هي ولا لازم تبقى كابيتال؟ لا هي كابيتال. لا هي لازم تبقى كابيتال، انا شفتها كابيتال. ايه وكده كمان في الاخر؟ فولو ستوب. تعال نتأكد نشوف اماني حل صح ولا اكيد صح. طبعا زي ما قالت لنا بالظبط، الدبليو كابيتال كويشن مارك، الار كابيتال فول ستوب، دي كابيتال كويشن مارك، الاي ايجيبشن فول ستوب، الواي لازم تبقى كده يا اماني في الاخر فولو ستوب. اكسلنت اماني، از يوجوال يو ار ماي هيرو تو. ريدي حمزه؟ ريدي. هنا البانك توي. إذا ده مش ماشي. Do you like on sale home؟ هو ده ايه يا مستر؟ ده بانكت ويت، علامات ترقيم يعني لازم اكتبها صح ماشي، بالعلامات. هنكتب الدي. دي كابيتال أيوة، وفي الآخر نقطة. لا دو يعني هل، لازم في النهاية ايه؟ ويت مارك. كونشر بانك. يس بعد كده. هنا أباوت ذا بيدروم. وات نكتب الدبليو وهنكتب كونشر مارك. كويشن مارك تمام. How do you feel? فيل. Feel. يس. How هنكتب ال H وال feel هنكتب علامة استفهام. كويشن مارك. يس. They are good at playing sports. نكتب ال T وهنكتب في الآخر full stop. هنا ال W وال D. لا فول ستوب، قصدي كويتشر مارك. كويتشر مارك. تعال نشوف حمزة أكيد جاوب صح ولا إيه. صح طبعا question mark. excellent حمزة as usual you are my hero too. مكملين لسه Yes. امشي بعيدا لسه مكملين مع بعض. سؤال جديد من بنك المتميز. Write a paragraph about 30 words using the following guide elements. ازاي اكتب باراجراف بسهولة جدا. My new apartment يعني شقتي الجديدة. Balcony بلكونة. ممكن نقول ايه عن الشقة الجديدة؟ ممكن نعمل ايه؟ تعال نشوف كده مع بعض انا ممكن اكتب لك ايه. ممكن في الأول أقول I want to write about my new apartment. I moved to a new apartment last week. I live with my family. بعيش مع العائلة. I share a big bedroom with my brother. ممكن أقول I have a big balcony. I can see a great view from the balcony. ممكن نقول الكلام ده كمان. I love
I love my new apartment. I live with my family. في الأول يا أبطال لازم نسيب مسافة. I love my new apartment. I live with my family. Full stop طبعا. We have three bedrooms. عندنا ثلاث غرف. We have a modern kitchen. عندنا مطبخ حديث. I watch TV in the living room. I have a big bedroom. I share it with my brother. There is a nice balcony. تعال نشوف مع بعض موضوع جديد. Ancient Egyptians أو Ancient Egyptian homes. بيوت المصريين القدماء. Flat roofs. أسقف مسطحة. Mud bricks. في البداية أبطال ممكن نقول كانوا بعيشوا فين. They built their homes فين. Near the Nile. جنب النيل. ليه طيب. They used its water for drinking, cooking and washing. بعد كده نقول they had. ملاحظين كل الكلام في الماضي. They had flat roofs. ممكن أقول بنوا بيوتهم باستخدام الطوب اللبن. They used mud bricks to make the walls strong. تعال نشوف موضوعنا تاني. People. الناس. People in ancient Egypt were amazing. مقدمة. كانوا مدهشين. They built their homes near the Nile. زي ما اتفقنا. بنوا بيوتهم فين. The ancient Egyptians used mud bricks. استخدموا الطوب اللبن. ليه طيب؟ To build homes. Homes were white. كان لونها أبيض. To keep cool. عشان تكون باردة شوية. The roofs were flat. الأسقف كانت مسطحة. They used wooden boxes. استخدموا كمان صناديق خشبية. They slept on reed mats. ناموا على السجاد المصنوع من الجريد. موضوع كمان يا أبطال. عن ايه؟ unusual homes. cool upside down. I like to read about unusual homes. مقدمة. احب اقرأ عن البيوت غير تقليدية الغير معتادة. My mother is an architect. مامتي مهندسة معمارية. I found an unusual homes. وجدت بيت غير معتاد. It's upside down. رأسا على عقب. It's very ecological. بتكلم على وصف البيت انه هو بيئي. ليه طيب؟ It uses air. بيستخدم الهواء. Water. المياه. Sun. To make energy. لتوليد الطاقة. That's so cool. It has farms and fields around. محاط بالمزارع، محاط بالحقول. At the doctors. في العيادة. كلمنا درس واحدة كاملة على اوكي على العيادة. يعني ممكن اتكلم كتير قوي. ايوه. I have. He has. او لو بتكلم في الماضي. I had. او he had. My sister was ill yesterday. أختي كانت مريضة امبارح. She has a cold. كان عندها دور برد. نزل برد. She has a headache too. كان عندها صداع. She went to the doctor. ذهبت للطبيب. The doctor gave my sister medicine. أعطاها دواء. He was kind. كان طيب جدا الطبيب. My sister is fine now. أختي بخير الآن. It was a bad day. كان يوم سيء جدا. I like my sister. موضوع كمان. Staying healthy. تعلمنا كتير. قلنا it's important. من المهم. It's important to stay healthy. It's important to eat healthy food. It's important to eat fruit and vegetables.
It's important to drink plenty of water. فاكرين؟ ممكن ما اقولش it's important واقول you should. تعال نشوف مع بعض. It's important to eat healthy food. We should eat fruits and vegetables. We should do exercise every day. تمارين مهمة جدا. We can play sports at school with my friends. We should sleep 8 hours. يجب أن ننام 8 ساعات. Staying healthy. تاني. أو موضوع جديد. Honey. العسل. Kill bacteria. Treatment. I like honey. Honey is a very special food. طعم مميز جدا. Honey isn't only a food. ليس فقط طعام. It's a treatment. إنه علاج أيضا. It's good for some illnesses. جيد لبعض من الأمراض. Doctors use it as a medicine. الأطباء بيستخدموه كدواء. It can kill bacteria. ممكن يقتل بكتيريا. It's a very useful food. Special hospital. مستشفى خاص. Crowded. مزدحمة. Injections. حقن. مستشفى الهند. مستشفى جميلة جدا. There is a special hospital in India. يوجد مستشفى خاصة في الهند. It is always crowded. مزدحم دائما. There are many patients. مرضى كتير. Family usually go with their sick relatives. فاكرين؟ كان كل مريض بيذهب مع 10 من أقاربه للمستشفى. The staff of the hospital teach the family members good things. طاقم العاملين في المستشفى علمهم أشياء جيدة. I learned to give injections. تعلمت إن أنا أعطي حقنة. It's a great and special idea. فكرة رائعة مميزة. A special hospital. Howler monkeys. قرود العواء. Jungle culture. العالم اللي مهتم. Yes. I like howler monkeys. They are my favorite animals. حيوانات المفضلة. بيعيشوا فين؟ They live in the jungle. They live in groups. بيعيشوا في groups. مجموعات. They like to eat bananas. بيحبوا يأكلوا بانانا. They can climb trees. يتسلقوا الشجرة. Trees الأشجار. They have a very thick fur. عندهم فرو سميك. They have long tails. Mr. Nasri loves you so much. Don't fear. Mr. Nasri is here. حابب تتابع معانا أونلاين؟ رقم التليفون متاح قدامك. ممكن رسالة على الواتس وهنبدأ مع بعض. Don't fear. Mr. Nasri is here.